يا ابو العيد لسه الا العيد، العيد ان شاء الله يجي فوز السعوديه ان شاء الله، وان شاء الله العيد الثاني يجينا رؤيه الهلال من سديره ان شاء الله ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، شغل اهل السلامه ما يحتاج. ما شاء الله تبارك الله. هلا ابو عصام، هلا طيبين، هلا يا معلم، هلا هلا هلا. جايب الشغل اللي حق العام ولا يعني؟ ها احسن ان شاء الله. الله ما ادري عنكم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله. كل عام انت طيب، عيوني باين، يسلم، حياك الله ابو عصام، حياك الله. ما شاء الله تبارك الله معلم ابو عصام، ما شاء الله حبيبي، هلا بالحال، يلا حيو طيبين، ما شاء الله تبارك الله. يا عماد هنا ما في جاي متاخر، حياك الله بسام، كيف الحال؟ هنا هنا كيف حال ابو احمد؟ هلا ايش اخبارك؟ يا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، كيف الحال؟ ما شاء الله صورها، صورها عبد الرحمن. اهلا يا سامي، يا حقنا السلام عليكم، مشغول انا شوف منو اخرت علينا ليه؟ شهر مبارك علينا وعليك ان شاء الله. جابوا العيد لسه؟ ايوه ان شاء الله. لا والله ما ادري لين دحين، بس احنا معيدين على طول، كل سنه يوم 29 نعيد. والله انا جيت متاخر، كيف حالك؟ بس السلام عليكم. الظهر وضعت لي بعد الظهر وانتلي شويه ورحت علينا. الله يحييك يا مرحبا، ما شاء الله الشاشه والشغل. ايوه استعرف انت. لا ان شاء الله الشوط الثاني. ايوه ان شاء الله، الله كريم، الله كريم، الله يحييك. زي كل سنه، السنه ان شاء الله، الله ان شاء الله واحلى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، الله يحييك. طيب كل عام وانت بخير ان شاء الله. عمنا كيف حالك؟ صحيح حياك الله، يا مرحبا، طيبين، طيب طيب ان شاء الله، الله يرجع لك. كل عام وانت بخير. متى يبين العيد؟ الساعه كم يبين؟ ان شاء الله بعد المغرب يبين، بكره ولا بعده؟ ها ايوه ان شاء الله. ما شاء الله الشاشة كبيرة. سلام عليكم. كيف الحال؟ كيف حالك؟ انا وين؟ انا عمي. هذا الشاشة. ايش الشغل؟ بطاطس ها؟ حلو، هلا هلا بطاطس بليلة، هي كل شيء. يعطيك العافية. عند البسطة، عند البسطة اقول اجيها. هلا هلا هلا. ابو حميد يا مرحبا، هلا هلا، الله يبارك فيك، انتم بخير يا ابو العيد لسه؟ ما ادري والله، انت جيبه، انت جيب العيد، انت جايب العيد، الله يرحم والديك. انا بجي اكل هنا، هذه حقت في اي بي. ايوه بل لا تفوت الفي اي بي. ايوه ترامس الاسوبيا هناك، ترامس الزبيب. حلو حلو حلو، ما شاء الله تبارك الله. اصب لك الثاني. يا سلام، كيف بالله؟ اي يكون الله يكرمك ان شاء الله. والله مضبوط، الله يديم المحبه. امين ان شاء الله. ايش احسن من هذا الاجتماع؟ بين الارحام والجيران وعيال العم، نعم. ومن حاره لحاره، يعني امس كنا في اليمانيه واليوم في السلام. كل سنه وانتم طيبين، انتم بخير وبيض الله وجهك. الله يسعدك بالعافيه حبيبي، الله يحييك. ما شاء الله بابا، بابا كل عام وانت بخير. كل سنه طيب ان شاء الله. طيب ان شاء الله، كل سنه وانت طيب، كل عام وانت بخير. بخور على السلام، ولد تحت يا ولدي حلقي. ايوه الله اصلي بخير، صحه وسلامه، لازمتم على السلامه على دلكم نفسه وعادتكم الجميله، من الجد للجد ان شاء الله، ان شاء الله من الولد للولد، ولا انه يرث الله الدنيا ما عليها.
ايش ادينا مشاعرك اليوم؟ مشاعري اول شيء نعم اهني خادم الحرمين الشريفين بهذه الشهر المبارك وبهذه الليله المباركه، الله يحفظه وينصره ويقويه، ونهني كمان سيدنا ولي العهد صقر الجزيره، صقر الجزيره محمد بن سلمان صقر الجزيره، الله يحفظهم ولا يزيلهم عنا حتى يرث الله الارض ما عليها. كيف جو الطائفه اليوم؟ شيء حلو براد، شيء انس، شيء انس اليوم، انس لك وحالتنا الحلوه هذه. ابو حميد يعطينا ما شاء الله، ظبطنا الزبيب اليوم الله يكرمك ويجعله بالعافيه. اللهم لك الحمد ولك الشكر، هذا فضل الله كتبه لنا ان نسقي الصايمين ونعطيهم جغمه مويه. ما هو شيء، الله يحييك جامعه الاحباب هذه الحماط ما بكر للساعة ما شاء الله. يا عندي في البيت هلا والله، شهر مبارك علينا وعليك العافيه. الله يحييك، بسوي لك زي الهم اللي في بقيني. سلام اصلي ولا نص اصلي؟ اصلي يغلب التقليد. الله يحييك ابو عصام، يعطيكم العافيه. ما قصرتوا، وبعد المغرب بطاطس وزبيب وزبيب واللي تبوه. نبغى الطراطيع، نبغى الحلويات، ونبغى يجيك الخير يجيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم الخميس 29/9/1439 خلفنا الشاشة، وجنبي أبو أحمد الله يعطيه العافية نواف العصيمي من أبناء حي السلامة وعادتهم الدائمة في هذا الإفطار. من 12 عام احنا بهذا النظام الحمد لله. الحمد لله سنة 13. نعم الله يعطيك العافية. بس لا تزود انت عارف زودها 15 عام، 15 عام ونحن على احتفالات. الله يجيدك ويبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلها قبول من عنده. آمين. لانها لوجه الله. آمين. وهذا ولا كل شوف شوف الصغار والاطفال والدنيا اي في احلى من كذا؟ احلى من كذا؟ اهم شيء الحين في لعب ولا ما في لعب؟ احنا والله ما ندري، لانه بيني وبينك ما في واحد. لا خفيف كذا خفيف، ابو جوشين بس. جوشين؟ اي جوشين بس كذا بس بس يعني. عشانك يجي. الله يعطيك العافيه. ومباراة منتخبنا ان شاء الله دقيقة 58 ان شاء الله يجيبها. 58 ثانية 2-0 لروسيا. الله كريم الله كريم، لسه باقي مباراة يا اخي. ما شاء الله الشباب كلهم قاعد يتفرجوا، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الاولاد الحلوين يضربوا بليله يضربوا بطاطس. كيف انتم مبسوطين من هذه الجمعة حق كل سنه؟ اي والله. العام حضرتها؟ اي حضرتها. انت ايش اسمك؟ انا من حي السلام. يا انا ساكن في السلام. ايش اسمك؟ سعود. سعود ايش؟ سعود اسد مساعد الهدل. والنعم. وانت ايش اسمك؟ ركان. ركان ايش؟ عبد الله الوقداني. والنعم. وانت؟ وانا سعود. ها؟ سعود. وانت يا صغيرة ايش اسمك؟ اسمك؟ سارة. سارة. سارة ايش؟ قل اسمك سارة. سارة ايش؟ وانت يا عجوزة؟ حنان عبد الله الوقداني. ما شاء الله. وانت؟ فيصل نايف الثمالي. وانت؟ سامة عبد الرحمن. ما شاء الله. وانت تعال؟ متعب مشاري. والنعم. ايش اسمك؟ سعودية قورحي. الهدايا والالعاب بعد الفطور. ها تعال اسمك ايش؟ اهري. عدنان؟ لا عبد العزيز. عبد العزيز ايش؟ فتة؟ لا قرشي؟ قرشي. ونعم. ايش اسمك؟ ضيف خالف عبد القرشي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الاولاد يتفرجون مباريات ما شاء الله تبارك الله. اسمك ايه يا قمر؟ ايش اسمك؟ ديالا. ها؟ ديالا. ديالا ايه؟ ديالا رياض المالكي. المالكي ما شاء الله. وانت؟ ليان نايف المالكي. ها؟ ليان نايف المالكي. ما شاء الله. وانت؟ جوليا. ها؟ جوليا. جوليا. بناتك؟ لا هذه بس. ما تقول. وردات الطايف انتوا ها؟ ايه. ما شاء الله. اسمك؟ ما ادري فين. والله الله يحفظهم لك. اللهم امين ان شاء الله. يعطيك العافيه حبيبي. تيسير عوده لمحمد ابراهيم. ما شاء الله. اسمك ايه؟ يحيى الشارع. صعوبة اختراق الى الكوبا الروسي. اسمك ايه؟ كوبا فين؟ كوبا فين؟ كوبا فين؟ والخطورة ما زالت متواصلة. يا عبد الله عبد الله كيس يا زوبي عبد اللي واخذه معايا ما عاجب الشغل هذا برا منو؟ تحياتي لك.
التغطية الإعلامية. وفق ربي. عرفنا باسمه. سعد القرشي. نعم. عيال السلام. سلام أصلي ولا يعني؟ أصلي أصلي. أيكم الطلب. هنا شوف تبغى أوديك البيت هنا. تبع المثنى أنت. لا هو ترى هاوي. ها؟ ها نعطيه أكيد؟ منو؟ هو. هذا من الأساسيين. والله. وش تقول أنت؟ ها؟ من الأساسيين. والله. أو بعيد شوية. والله ما في قبله. الغبة كمان. يا أخي يا حياة. ها؟ هذا أصلي؟ ما عين شكله أصلي. سلام أصلي. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك. مرحبا مليون وكل عام أنت بخير وشهر مبارك إن شاء الله. والله يعيد علينا وعليك باليوم من والسر والسرات والمحبة يا رب. شرفتنا اليوم. يعني يكفي الأطفال هذول يشوفوا يعني في إيش الجمال هذا. والله العظيم إحنا نسوي قد ما نستطيع إننا نسعد الناس. هذول تذكروكم بعد 30 بعد ما نموت حيتذكروكم. يا شيخ الله يطول في عمرك إن شاء الله ولا يحرمك من جياتك. الجو كذا عاجبك يا شايف. ما شاء الله تبارك الله. في الشرقية في بقيني في البخارية في مثلا كلهم حبايبنا وأهلنا وأرحامنا في أي مكان كلهم حبايبنا وعلى راسنا من فوق. الله يكرمك. الله يعمر دارهم ويجزيهم عننا بالخير ويجعلها ما تنقطع العادة هذه إن شاء الله. الله يجزاك بوجودكم. جابوا رمضان لسه خلاص جابوا العيد في غطى شطة. انت جبت العيد في غطى شطة جابوه. مين معك؟ معاك عدنان بن سعد الفتة. لا انت هرجتك معايا. الله يرحمك. كيف حالك حبيبي؟ الله يسعدك يا ولدي. يا ولدي فين الشاهي؟ ساعة قاعدين لا شاهي ولا شيء. ابشر ابشر الشاهي. أسعد الشاي. أسعد فين الغبان والشغل والبوكس. مصاب هذه السنة. نبغى اللعب لحين. شوية شوية. الليلة الله يحييكم العقيق الليلة. الليلة العقيق الساعة 10 الله يحييكم. إذا قالوا العيد. إيش يا أحمد. شفي قنادي. شفي حبيبي. سلام أصلي. كيف حالك؟ طيبين. شهر خير شهر مبارك. علينا وعليك. من دون ولا كلمة. قول هو الوحيد اللي توقعت انه يحضر بس والله يمكن ان شاء الله. كيف حالك يا استاذ كلمتين كذا بهذه المناسبة حقت اليوم. المناسبة هذه الحمد لله احنا كل سنة نسويها في هذا المحل. الله يجزاكم خير. نحتفل في آخر يوم يتجمعون الأحباب وأولادنا اللي غايبين في توديع لرمضان واستقبال العيد. واستقبال العيد. فجمعة طيبة ومع أحبابنا وأولادنا وعيال حارتنا وشرواك من الرجال يجونا وبعدين كمان بمناسبة المنتخب الليلة حطينا الشاشة هذه على أساس نقول المنتخب وكان ودنا انه ان شاء الله, إن شاء الله نفوز ان شاء الله في تقديم مشاركه في هذه البطوله مشارك ايوه الواحد يشارك في كاس العالم. الله يعطيكم العافيه. امين السلام. كلمتين بعد المناسبه الشارك حقين السلامه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله كسب الاجر في الناس هذه كل ابوها وحاره السلامه وغروه والمحجوب هذه لها وضع خاص في فطور صائم كل سنة والحمد لله إن الشهر انقضى علينا بالخير والبركة وكسبنا الجمعة الحلوة هذه مع أهل السلامة وأهل المحجوب وأهل القروة وكلهم أخواننا وأصحابنا. جابوا العيد ولا لا؟ العيد إن شاء الله إنه خلاص ثابت إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. تعالوا معايا كلكم والطايبين أحلى والطايبين أحلى وإحنا أحلى إحنا كده إحنا كده أحلى وإحنا أحلى